الأول الرئيسي للزلية القعدان الثنايا، انطلاقة ممتازة وموفقة بعون من الله سبحانه وتعالى. نشكر حقيقة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على التنظيم المميز برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وأيضا الشكر موصول لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الدكتور مبارك بن حمد بن شايق الشهواني، كذلك شكر موصول لمدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ناصر بن سعود الشافي على كل ما يقدمونه من تنظيم مميز وتسهيل للمشاركين. أيها الأعزاء، شوط السودانيات وشوط فحول المستقبل وبنوك الإنتاج وشوط القمة انطلق قبل قليل بهذا العدد الكبير والشعارات التي أتت وتواجدت في هذا الشوط. أرحب بمشاهدين قناة الريان الفضائية، السادة المتابعين لهذا الشوط ولهذه الفئة من كل مكان من دول الخليج وجمهورية السودان وكافة الدول العربية، العشاق والمحبين، عشاق التراث ومحبين الأصالة. أرحب أيضا بالشعارات التي حضرت في هذا الشوط، وأرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر أثير الراديو 88.6 وأيضا إذاعة الريان 97.6. مرحبا بالجميع. هذا الشوط الأول الرئيسي، وسلام جبران، سلام لسيلية بنخلة، وسلام لمعزز وسلالة معزز. العصا والآلي مثبتة تثبيت وتحنيط، الله على معزز. تهانينا يا سالم بن جابر بن جبران على هذا الفوز المستحق، على فوز معزز وعلى انتزاعه لهذا الشوط القمة. والله إذن حسمت الأمور وقضي الموقف، وأيضا رفعت الأقلام وجفت الصحف يا المتابعين ويا مشاركين في هذا الشوط. قضى الله سبحانه وتعالى الأمر والفوز لمالك معزز. هذا هو معزز مشاهدينا الأعزاء، ينتزع هذا الشوط بجدارة وباستحقاق. تهانينا لمالك معزز. سالم بن جابر بن جبران المري بكل هدوء، والتوقيت في خطر يا سالم بن جبران، التوقيت في خطر في خطر في خطر، إن أصدر عليه الأوامر. هذا هو معزز مشاهدينا الأعزاء، ينطلق انطلاق ممتاز ويسابق التوقيت الزمني. هل سيحطم التوقيت الزمني معزز؟ ربما يتحطم التوقيت، ربما يتحطم توقيت الإبكار والقعدان في هذا اليوم. يا بوي سلام معزز، سلام معزز، يتحطم التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء تحت خف معزز. وتوقيت حدث يا بن جبران 13 دقيقة 3 ثواني ربما أو 4 ثواني، بفارق كبير عن بقية المراكز. تهانينا والناموس لمالك معزز سالم بن جابر بن جبران المري على هذا الفوز الكبير. ومعزز مشاهدينا الأعزاء بدون أي منافس على الإطلاق أبداً أبداً، كما ذكرت كأنه في تفحيم، ما شاء الله تبارك الله. ننتظر المركز الثاني ما بين حوران وما بين حلوان، ولكن حوران ينتزع المركز الثاني. تهانينا لمالك حوران سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، وتهاني لحمد بن عبد الهادي بن هليل. المركز الثالث حلوان حسن بن حمد بن راشد النعيمي، تهانينا وناموس أيضا للمضمر حمدان بن أحمد الرشيدي. المركز الرابع مساح العبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الخامس الوافي العتيق بن قرع المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وحوران يفجر المفاجأة حقيقة في صباح هذا اليوم، وينتزع الشوط الأول الرئيسي للسودانيات القعدان، ويحطم توقيت هذا الصباح لجميع أشواط الثنايا البكار والقعدان. تهانينا لمالك معزز سالم بن جابر بن جبران 13 دقيقة 6 ثواني 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن جابر بن جبران المري على تحقيق التوقيت الزمني وعلى أيضا هذا الفوز المستحق. معزز مشاهدينا الأعزاء بالفعل يعزز الموقف بهذا التوقيت الزمني الممتاز والمميز، فتهانينا على الفوز بالشوط الأول يا سالم بن جبران وعلى تحقيق أفضل توقيت. إذا سالم بن جبران يفوز معنا في هذا اليوم بنقطتين هامتين، وهو الشوط الأول للسودانية القعدان وكذلك لأفضل توقيت. ونحن ما زلنا ننتظر وصول المركز الثاني حوران لسعادة الشيخ
عبد الله بن علي بن احمد الثاني، وبالمناسبه هو صاحب هذا الشوط في السباق الماضي 13 دقيقه 40 ثانيه 80 جزء من الثانيه. تهانينا لسعاده الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني، وتهاني الحمد بن عبد الهادي بن هلي الحلوان اتى في المركز الثاني 13 دقيقه 41 ثانيه 4